نحكي قصة مع حضرتك كده بسيطة كانت حصلت في صيف 22. كان ليا الشرف ان انا وابدا قابلنا حضرتك وعرضنا على حضرتك نتيجة اول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية. التكنولوجيا التطبيقية دي كانت حضرتك اللي بدأتها طبعا ايام الدكتور طارق شوقي وكملها معانا معالي الوزير رضا. حضرتك لما شفت النتائج انت شجعتنا جدا واتبسطت جدا من نتائج الطلبة ومن الجودة اللي طلعت بيها، فقلت لنا باللفظ كده أي إمكانيات أنتوا عايزينها إحنا معاكم لحد 1000 مدرسة أنا معاكم. فإحنا خدنا كلمة من هنا واشتغلنا فعلا على الموضوع ده، لأن لقينا إن الجودة اللي بتطلع حضرتك من الطالب المصري من العامل يجي حاجة تسأل بقى في القطاع الخاص. الحمد لله المصنع اللي بيجرب مرة ياخد خريج تكنولوجيا تطبيقية السنة الجاية بيبقى عايز يمكن أعداد مضاعفة لأن الجودة عالية والشباب بتاعنا ما شاء الله مبشرين جدا، وده نقطة جذب كمان للاستثمار. ودي معادلة إحنا بنعملها كدورنا برضه يا فندم، وده لينا الشرف إن إحنا نعملها، إن المصانع واتحاد الصناعات بغرفه بكل رجال أعمال إحنا اللي بنمول القصة دي، إحنا اللي بنساند، وده دورنا إن إحنا لازم نساعد. بس هنطمع بقى من هنا يا فندم في بداية الحوار، وحضرتك قلت لي 1000 مدرسة، احنا هنقول احنا عايزين 100 مدرسة كل سنة يا فندم، واحنا ان شاء الله هنتولى ادارتها، ربطها بالمستوى الفني، رفع مستوياتها، وكل يعني التكاليف كده تبقى علينا. فلو حضرتك تتكرم الحكومة توافق لنا على 100 مدرسة السنة الجاية احنا جاهزين ليها، وده بندي امل برضو للشباب كله يا فندم ان شاء الله.